السلام عليكم المتبعات ديالي الاوفياء العزازات الغاليين، المتبعين الجداد مرحبا بكم، والتحيه للميمات والتحيه للابوات. عواشركم مبروك، والله يدخل عليكم هذا شهر سيدنا رمضان بالصحه وبالسلامه وطول العمر. اليوم بغيت ندير ندير كفته في الورقه، وقلت علاش ما نشاركهاش مع المتبعات ديالي العزاز الغاليين. ها هي الكفته كيف ما شفتوا، فلفله خضراء، فلفله صفراء، فلفله خضراء الحمراء، هذا زيتون كيف ما شفتوا، هذا الربيع خاصني نعاود ندقدقو مزيان، الربيع والثومه. ايوا ها الثومه، تبعوا معايا. سي وراك صافي، ها نتوما المتبعين ديالي، ها المليحه هي الاولى، بسم الله على بركه الله، بسم الله بسم الله. نخرقو من البلدي، لي بزار سكين جبير، ها هو تا هو. فلفله حمراء، ها هي نعود شويه ندقدق هذا الربيع، هذا غير تقلب عليه ما تلقاش هذا القطاع ديال المغرب داك ديال تق 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 اللي المنشار الكبير. تمشي المغرب نجيب ان شاء الله، قال المره اللي خاصاني المغرب نجيب. ها هو ندير شويه الزيت اكثر عشان لازم ندير الزيت. هذا الزيت نباتيه، نزيد شويه فلفله حمراء حار بلا ما نديرو على نزار باغي ياكل، منديروش هانتوما المتبعات متابعين سلم عليهم بزاف. جاتك هادي صغيرة شنيا؟ تنو صافي نو صافي لا تنزيد هذا. هادي على الزبده باش كنت ندهن الورقه معاه بحال اللي جا، المهم ناشفه شويه فهمتي، ماشي هي اللي مولفه نجيب، ولكن ماشي مشكل. دي بانينا الليله مع نزار تيعجبو ليا وليدي هاد الشي، ايوا صافي نتلاقاو. هانتوما كيف ما تشوفوا المتبعات العزازات الغالين، انا صابتها في الطاوله، انا غنديرها في الفران ونتلاقاو من بعد. انتم المتبعين ديالي، اما دوك البريوات اللي عامرين بالكفته كيفاش جاو، ودرت معهم واحد البراد تاتاي واعر بالشيبه،
وتهلاو ليا فراسكم وعاونونا بجيم فضلا ليس امرا وتهلاو ليا فراسكم وعواشر مبروكه يلا تهلاو ليا فراسكم.